معي مشاهدينا للتحليل سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، يعني هتافات المرابطين أمام المعبر الآن تعبر عن الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، وانتظارا لهذه اللحظة لمعاونتهم على المعاناة التي عانونها خلال الأيام الماضية. تعقيبك على المشهد وعلى الصورة، خاصة طبعا في ظل استضافة القاهرة اليوم للقمة الدولية لبحث وقف التصعيد في القطاع. طبعا هي لحظة مهمة جدا جدا. يمكن حضرتك هتلاحظي انه مصر عندما اعلنت 6 نقاط كان بعد اجتماع مجلس الامن القومي برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضرتك هتلاحظي اليوم مصر بتحقق 6 نقاط بالكامل تقريبا في اطار من التنفيذ الفعلي على الارض، سواء كان عن طريق دخول المساعدات او عن طريق انعقاد قمه السلام في القاهره بيحضرها دول الاقليم ودول خارج الاقليم ودول العالم كله. وبالتالي مصر بتتحرك بإطار دبلوماسي رصين للغايه وبيحقق اهدافه كل يوم. وبالتالي احنا النهارده نعتبر يعني بنحقق هدف كبير، ولكن طبعا يكون عندنا مسعى اوسع للوصول الى وقف اطلاق نار، لانه في النهايه الشعب الفلسطيني بيعاني معاناه شديده جدا. صحيح المساعدات يعني هتقلل من هذه المعاناه، ولكن ايضا القصف ده يعني يجب ان يتوقف، لانه ده في حد ذاته بيدمر البنيه التحتيه وبيقتل الشعب الفلسطيني، وده في حد ذاته تصفيه للقضيه الفلسطينيه. مصر طبعا برضو من ضمن 6 نقاط كانت لا تقبل مثل هذا الاجراء. ومن هنا انا بشوف ان احنا بنسير في اتجاه دبلوماسي صحيح، نحاول احتواء الموقف وفي نفس الوقت يعني نجمع رأي عام دولي مناقض للقضية الفلسطينية عن طريق القمة أو قمة السلام اليوم في القاهرة. نعم سيادة السفير، يعني المشهد يمكن قراءته بالعديد من المحاور. أولا المرابطين كما أسموا أنفسهم أمام معبر رفح البري، يعني هم مواطنون مصريون يدعمون أشقائهم في القطاع وحريصون على دعم القضية الفلسطينية، يعني نتابع فرحتهم بفكرة دخول المعاونة المساعدة بعد أيام من التعنت الإسرائيلي. هذه قراءة خاصة فيما يتعلق بالدعم المصري للقضية الفلسطينية رسميا وشعبيا. طبعا حضرتك، الشعب المصري بالأمس أيضا عبر عن هذه الوقفة. طبعا الشباب اللي موجودين عند المعبر بقالهم فعلا عدة أيام، وده في حد ذاته معاناة كبيرة، ولكن كله بيقول في سبيل دعم الأشقاء في غزة. وأعتقد أنه هؤلاء الشباب أعطوا مثل، وفي نفس الوقت أظهروا صورة للعالم أن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية، وأن مصر كل طوائفها وكل الأعمار فيها يقفون يعني بصمود وشموخ مع القضية الفلسطينية. فده في حد ذاته مصر هي معبر جدا، وأرسل رسالة للعالم كله أن نحن مع القضية الفلسطينية، سواء كان عن طريق الشعب أو عن طريق المسؤولين اليوم في قمة السلام في القاهرة. نعم، في رأيك يعني دخول المساعدات الآن في هذه اللحظة سيادة السفير، هل تربطها بشكل أو بآخر خاصة بعد أيام من التعنت الإسرائيلي بقمة القاهرة التي تستضيف فيها مصر اليوم 20 دولة لبحث الوضع في قطاع غزة؟ يعني أستطيع الربط فعلا بين الحدثين، وقد يكون فعلا هذا الحشد اللي هيتم اليوم هو بمثابة ضغط معنوي على دولة إسرائيل ويجعلها انها تحاول يعني تظهر نفسها بان هي عندها بعض المرونه في المرحله الحاليه. ولكن حضرتك، القصف مستمر ولا نستبعد ابدا ان يكون في عمليه بريه، وبالتالي علينا الحذر والتفاؤل بحذر شديد نتيجه الافعال. حكومه اسرائيل الحقيقه اصبحت الان في يعني شكل اهوج، لا نستطيع التنبؤ بما سيفعلون في اي لحظه. ومن هنا صحيح ان في يعني ضغط معنوي من الجانب المصري ومن جانب العالم كله في تجمعه اليوم، ما
ولكن هذا لا يعني ان احنا وصلنا الى غايتنا وعلينا التفاؤل بحذر. نعم أكيد التفاؤل بحذر، يعني هي خطوة فقط يعني تعبر عنها الصورة بالفرحة حتى يعني ببداية المعاونة، بداية النجاح في المساعدة، لكن أكيد أكيد يعني الموقف ما زال مأساويا في قطاع غزة. سيادة السفير، في سياق حديثك تحدثت عن استمرار احتمالية الاجتياح البري، في رأيك يعني هل تقدم إسرائيل على هذه الخطوة؟ يعني عليك هو احتمال كبير جدا، لانه اسرائيل بتحاول ان هي تعيد يعني صوره الهيبه لجيشها بعد ما منيا بانكسار وهزيمه واضحه يوم 7 اكتوبر. لكن في نفس الوقت انا اعتقد انه هيكون في خسائر كبيره في صفوف الجيش الاسرائيلي، وده يمكن يدعيهم الى حد كبير عندهم قدر من التردد في الاقدام. ولكن طبعا عمليه الحجز بتاعت مسابه رجع للجانب الاخر، هم الحجز اللي عملوا في الحدود بالدبابات والمدرعات وغيرها من الاليات، اعتقد انه في حد ذاته يعني مظهر من مظاهر ممارسه الرجع. ولكن اكيد هيكون في عمل عسكري بري، لانه اعتقد انه لديهم الاحساس بان هم عليهم استعاده هيبه الجيش الاسرائيلي. ولكن انا اؤكد لحضرتك ان هيكون خسائر فادحه، وده يعني قد يؤدي الى اضطرابات داخل دوله اسرائيل نفسها نتيجه شعور غاضب من الشعب الاسرائيلي على قيادته اللي اصبحت الان بتدخل في مغامرات عسكريه غير محسوبه. صحيح، هذا يعني فضلا عن وضع داخلي متأزم بالنسبة لبنيامين نتنياهو على صعيد اتهامات بالفساد، على صعيد اتهامات بسحب صلاحيات المحكمة الدستورية في إسرائيل، هذا جانب. لكن يعني بالنظر إلى المجتمعين في القاهرة اليوم، سيادة السفير، هل ترى أنهم قادرون على يعني التلويح بورقة ضغط على إسرائيل اقتصادية أو سياسية لمنع هذا يعني هذا التصرف اللامنطقي المنتظر والمتوقع من بنيامين نتنياهو لرد صفعة 7 أكتوبر؟ يعني حضرتك انا في رايي انه مجرد العقاب في حد ذاته ومجرد التواجد الكثيف من الاقليم ومن دول العالم في هذه القمه، أنا أرى أنه حقق يعني مراده أو هدفه من عقد القمة. المخرجات مؤكد هيكون في نقاش، هيكون في ناس بتلجأ إلى لغة التخفيف إلى حد ما، وفي ناس طبعا هتكون أو دول أخرى أكثر تشددا، ولكن في النهاية أنا أؤكد لحضرتك أن هيكون في بيان له يعني صدى وهيؤثر على دول كثيرة أخرى، لأن التواجد اليوم تواجد متنوع من أوروبا لأفريقيا للدول العربية طبعا معنية بالقضية وغيرها. وبالتالي أنا بشوف إنه هذا التجمع في حد ذاته يعني يعتبر حقق هدفه بغض النظر عن قوة أو المخرجات اللي هتخرج اليوم من هذا الاجتماع. نعم، يعني تتوقع أن يكون هناك قرارات فاعلة اقتصاديا أو سياسيا، أم من الصعب التكهن؟ لا حضرتك هيكون ما فيش يعني قرارات، لأن الوضع لها يعني لها قوة تنفيذ، لأن طبعا ده اجتماع إقليمي دولي مش في مجلس الأمن مثلا أو في الجمعية العامة. وبالتالي لكن كلها هتكون توصيات اعتقد انها بتخاطب ضمير العالم وبتخاطب الدول العالم كلها، وقد تكون يعني بدايه لاستعاده وضع القضيه الفلسطينيه على قمه الاولويات، وده في حد ذاته يعتبر يعني نص كبير، لان القضيه الفلسطينيه للاسف تراجعت يمكن منذ ايام تقارير الربيع العربي، تراجع الاهتمام الاقليمي والدولي بها. وبالتالي اعتقد انه اليوم احنا بنضعها مره اخرى على قمه الاولويات، وده بحد ذاته يعتبر تقدم كبير في معالجه القضيه الفلسطينيه اللي هي قضيه مصر الاولى وقضيه العرب الاولى.
صحيح. عودة يعني الرهائن، هل هي يمكن أن تكون ورقة في مقابل تأجيل الاجتياح البري أو التهديد بالاجتياح البري؟ يعني حضرتك، أنا أرى أن هذه خطوة مهمة، إطلاق سراح المدنيين. أعتقد أن هي خطوة مهمة. واضح أن المدنيين يعني خرجوا وهم يعني في حالتهم الطبيعية، ما كانش في أي معاملة خشنة ضدهم من قبل قوات حماس. ده في حد ذاته أعتقد أنها رسالة طيبة بترسل للعالم، بأنه هناك يعني مراعاة للمدنيين، لأن كل العالم كان بيتحدث عن المدنيين وعن ضرورة تجنبهم أو تجنبهم الأضرار في مثل هذه العمليات. أعتقد أنه هذه خطوة كانت خطوة جيدة وقبلت بارتياح، وأعتقد كمان أن في لسه اتصالات جارية سواء كانت من مصر أو قطر للإخبار عن كل المدنيين الموجودين في أسرى حاليا لدى قوات حماس. نعم، ذكرت سيادة السفير في سياق حديثك نسيان القضية الفلسطينية أو غيابها عن المشهد في أعقاب ثورات الربيع العربي، الآن هي تعود إلى الصدارة من جديد، لكن الرأي العام العالمي ربما يتأثر بالعديد من الحقائق المغلوطة المصدرة إليه عمدا. هل هذا الغضب الشعبي الذي نراه الآن وهذه الأطراف الدولية التي تجتمع في القاهرة اليوم يمكن أن تسهم في تصحيح هذه الحقائق المغلوطة أمام الرأي العام العالمي؟ أتحدث عن المستوى الشعبي وليس على المستوى الرسمي. يعني أعتقد حضرتك أن في الأيام الأولى من بعد 7 أكتوبر كان فعلا في مشاعر مناهضة تماما لما حدث، وفي الغرب طبعا وتندد، لكن أنا بشوف أنه نقل الآثار المدمرة وضرب المستشفيات والأطفال، أعتقد أن ده أيقظ ضمير في العالم، والعالم دلوقتي بيتعامل يمكن بأسلوب مختلف شوية عن أيام بداية العملية اللي قامت بها قوات حماس. أنا بشوف أنه حضرتك لما في 700 دبلوماسي مثلا في الاتحاد الأوروبي بيطلبوا تغيير موقف الاتحاد الأوروبي، بشوف أنه في طلبة من جامعة هارفارد في أمريكا بينددوا بالقسوة الفلسطينية. بشوف ان كل هذه الامور الى حد كبير تعتبر تغير في المزاج في الراي العام الدولي، وده في حد ذاته امر مهم. وحضرتك الامور دي هتتصاعد في خلال الايام القادمه، وخاصه ايضا عندما يقدم المؤتمر اليوم طرح عقلاني لمعالجه الموقف. اعتقد ده في حد ذاته كمان هيعزز من ارتفاع المستوى التعاطف مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني الجريح في غزة. نعم، طرح عقلاني، لكن نحن أمام رئيس وزراء يواجه العديد من المشاكل داخليا وخارجيا، وسقطت شعبيته داخل المجتمع الإسرائيلي، ومع ذلك يتصرف بشكل بعيد عن كل المقررات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان بدعم أمريكي. هذا يعني المنطق يمكن أن يتعامل مع أي طرح عقلاني في رأيك؟ أنا بشوف إن حضرتك إن برضه هناك تغيير طفيف يعني في الموقف الأمريكي في اللهجة وفي استعمال الكلمات، ده في حد ذاته في الدبلوماسية بيدل على إنه في مراجعة للموقف. لكن احنا الدبلوماسيه المصريه دائما بتتحرك في اطار من المحددات الواقعيه، وهي ان امريكا لن تتنازل ابدا عن دعم اسرائيل ودعم مطلق. فحضرتك انت بتتحركي من هذه الفرضيه، احنا الدبلوماسيه المصريه لا تتحرك من عواطف او اوهام، ولكن تتحرك من فرضيات واقعيه، وهي ان الولايات المتحده بتقف مع اسرائيل. يعني حضرتك شفتي حتى في عام 73 اللي حصل في حرب اكتوبر، فاحنا بنتحرك من هذا المنطلق انه هناك تأييد مطلق من جانب الولايات المتحده، ولكن هذا لا يعني ان احنا نيأس وان احنا نتقاعس. علينا ان احنا نتحرك ونبذل جهد، واعتقد انه الحشد اللي موجود اليوم ده بيدل على نجاح الدبلوماسيه المصريه في ان هي تصدر رساله
قوية للعالم بأنه لازم تيجوا ولازم نتكلم في هذا الموضوع ولازم نضع الموضوع مرة أخرى على سلم الأولويات. الولايات المتحدة صحيح هي القوة الفاعلة في القضية الفلسطينية وهي الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تؤثر تأثير كبير على إسرائيل، ولكن في النهاية هذا الحشد أنا أشوف أنه هو هيكون مهم جدا، بل بالعكس يمكن يرسل رسالة إلى أمريكا نفسها بأنه العالم أصبح الآن عنده شيء من الانزعاج الشديد نتيجة هذا يعني هذه المذبحة التي تجري في غزة، وعليكم أن تقوموا بدور الوقف هذه المأساة. فالأمور حضرتك مش هتاخدي نتائج مباشرة في نفس اليوم، ولكن بتتحرك إلى الأمام في إطار تصاعدي، وده في حد ذاته يعتبر يعني نجاح للدبلوماسية المصرية في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة. نعم، هل ترى واحد من يعني مترجمات هذا الانزعاج وجود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالأمس أمام معبر رفح البري آملا في دخول المساعدات، وقد واجه الشكر لمصر يعني من معبر رفح البري على جهودها في دعم القضية؟ والله أشكر حضرتك على هذا الطرح وهذا السؤال. ليه؟ لأنه الأمين العام يعني كان معلش أسف أقول الكلام ده يعني كان بيكتفي بالشجب والإدانة، ولكن هو الآن أتى بنفسه إلى مكان الحدث وعبر عن موقفه وعن موقف الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي المظلة الأساسية اللي احنا كلنا بنتحرك تحتها من أجل السلم والأمن الدوليين. أعتقد إن هو قام بواجبه، والنهارده أيضا حضوره في القمة أعتقد إن هو يعني أحدث قفزة في مهامه بهذا التواجد، بالرغم من هذا قد يزعج بعض الدول الأخرى وبالذات الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لكن هو الحقيقة أنا أشيد تحركه وأشيد طبعا بالتسهيلات اللي قدمتها الدولة المصرية لوجوده في موقع الحدث بهذا الشكل. أشكرك جزيلا سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، وما زلنا مشاهدين في هذه المتابعة الحية وبدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. الصورة مباشرة لبدء دخول المساعدات، مساعدات عدة من الجانب المصري، ومطار العريش استقبل وما زال يستقبل العديد من طائرات المساعدات المحملة من دول ومنظمات عدة إلى أهالي قطاع غزة.